يقول بعض الناس خاصة متزوجين حديثا أحيانا بعضهم يأتي أهله في نهار رمضان من باب أن الكفارة 60 دينارا وأمرها سهل. أول شيء هي القضية، أفرض ما فيها كفارة، حقوق الوالدين ما في كفارة، حقوق الوالدين ليس فيه كفارة، هل معنى هذا الإنسان يتساهل فيه؟ أكثر المعاصي ليس فيها كفارة، الشرك بالله ما في كفارة، هل معنى هذا الإنسان يتساهل فيه؟ القضية ليست قضية الكفارة لأجلك، الكفارة هذه منة من الله تبارك وتعالى ليعوض الإنسان ما فاته من الخير، وإلا جل المعاصي ليس فيها كفارات وليس فيها حدود، قليلة جدا المعاصي التي فيها حدود أو فيها كفارات، أكثر المعاصي ليس فيها حدود وليس فيها كفارات. فالإنسان لا ينظر إلى الأمور بهذه الطريقة. يعني نحن كنا نسمع ونقرأ عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين قول أنس إن أحدكم يأتي الكبيرة يعني يتساءل فيها، وكنا نعدها كأنها جبل يريد أن يسقط علينا، وأحدكم كأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا من عدم المبالاة، وقال الآخر بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالإنسان لا يجوز أن ينظر إلى المعصية هذه النظرة، الكفارة فيها قليلة، الإثم كم فيها الإثم؟ كفارة لا شيء، العبرة بالإثم المترتب على هذه القضية وليس قضية الكفارة. فليتق الله الناس في هذا الأمر. أما قوله إن الكفارة 60 دينارا أو أقل حسب يعني إطعام 60 مسكينا فهذه على قول جماهير أهل العلم هذه مرتبة ثالثة. المرتبة الأولى يعتق رقبة، إذا عجز يصوم 2 شهر متتابعين، الزوج يصوم 2 شهر متتابعين والزوجة تصوم 2 شهر متتابعين إذا رضيت، ومعنى رضيت أي وافقته على ذلك، حتى لو هددها بالطلاق وخشيت الطلاق ورضيت عليها الكفارة. يعني إذا وصل الأمر للمرأة يقول لها زوجها إما أن آتيك في نهار رمضان وإما أن أطلق، تقول له طلق وجزاك الله خير، وهذه أبركها ساعة لأفارق واحد مثلك. إذا كان يأمرها بالجماع في نهار رمضان لا يجوز له أن تبقى مع مثل هذه الأشكال، فإذا هددها بالطلاق تقول له طلق ولا أبقى عندك وأنت تتساهل في مثل هذه الكبائر والعياذ بالله. فلا هذا ليس عذرا أن تقول هددني بالطلاق، العذر فقط فيما إذا اغتصبها، اغتصبها معذورة هنا، أما هددها بالطلاق، هددها أنه ما يصرف عليها، هددها كل هذا يعني لا عذر فيه، لا عذر، لا توافقه على الجماع في نهار رمضان. وقلنا الكفارة يصوم 2 متتابعين هو وتصوم هي أيضا 2 متتابعين، فإن عجز عن الصوم انتقل إلى إطعام 60 مسكينة. والله المستعان.